رجعنا لنتابع فقراتنا إلى جريدة اليوم. ضيفنا لليوم ماهر باسيلا، منسق مجالس أقضية الجنوب في التيار الوطني الحر. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. فيك كمان. قبل ما نبلش خلينا نقول أنه الصحف اللبنانية اليوم ركزت الصادرة ببيروت أكيد على العديد من اللقاءات يلي عم يجريها المرشح ليتولي رئاسة الحكومة سمير الخطيب، مع شائعات عن إيجابية توحي بقرب تأليف الحكومة، لكن وقائع الليلة الماضية كشفت أنه كل ما أشيع عن تطورات إيجابية لا يبدو دقيق، على العكس من ذلك تشير المعلومات إلى أنه رئيس الحكومة تصريف الأعمال، هيك مجمل الصحف، سعد الحريري يتجه صوب التصعيد بهدف تحصيل تنازلات من رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون وحزب الله وحركة أمل. هل هالشي صحيح؟ يعني عبدو أنت بتعرف من ليلة مبارح واليوم الصبح صعب الواحد يتأكد إذا قديش الشي دقيق، بس نعم. واضحة من خلال الكومبورتمون تبعه لدولة الرئيس الحريري أنه كمان هيدي هيئة مناورة جديدة، خاصة أنه يعني عودنا على انه يكون عم يعمل شيء باخر فتره ويصير عم يعمل شيء ثاني. نحن بعتقد بهيدي واقعين بهي القصه. بعدين انا بدي اقول لك شغله، اوعى تفكر انه رح يبلش العمل الجدي بموضوع الحكومه قبل ما هو يعلن تأييده علنا لسمير الخطيب. نعم. طالما بعده سمير الخطيب عم بيروح وبيجي وبيعمل جولات، وبعده دوله الرئيس الحريري ما اعلن امام الراي العام انه الزلمه هو راضي عن ترشيحه، نعم نحن بالنسبه لنا نعتبر انه بعد ما في شيء لهالدرجه. طيب اليوم الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحده الامريكيه عشيه بدء اذا فينا نقول السباق الى الرئاسه الامريكيه بالعام 2020. هذا الخلاف قد ايه ايجابي علينا؟ يعني بلشت اشير وتبلش المساعدات للجيش اللبناني أفرج عنا من بعد ما كانوا خانقينا أكيد ضمن الجو اللي عم بيشيعوه، كانوا على بالضغط على لبنان وواضحة الأمور، بس أفرج عنا لهلأ بالكلام، أفرج عنا بالكلام يعني تحت جرح الظلام مثل قصة سمير الخطيب. نعم. بالكلام بس ما في شيء معلن بشكل العالمي وبشكل التنفيذي، ما تشوف شيء مية. نحن تلوعنا ومن وقتها لليوم كل شغلة عم نحسبها على الفاصلة. نعم. استاذ ماهر، وصلتني هلأ شغلة بتقول انه بعض الجامعات الخاصة عم بيطلبوا من الطلاب يدفعوا وإلا ما بيدخلوا على صفوف، يعني يدفعوا الأقساط الدراسية بوقت انه المصارف ما عم تعطي إلا مبالغ كتير صغيرة. خلينا نقول يا ريت بيطولوا بالهم هود الجامعات على طلابهم، أحلى ما نكشفهم جامعة ورا الثانية وهيك بصير في تشهير بالموضوع لنشوف الحس الوطني عندهم قديش مهم. يعني عن جد غريبة ظهرت هذه الجامعات، يعني ما بعرف الولد الوحيد يلي عنده برودكشن بموضوع العلم والتعليم مفروض يكون كمان كلفة التعليم بلبنان واطية. أنا ما بعرف أنه ولا بقدر أفهم قديها الجامعات حريصين على القصة ومش قادرين يكملوا بلا ما يقبضوا القصة من التلميذ المعطل، وفي شهر ما تعلم وبيبقى عم يشتغل بعد الظهر وبيتعلم قبل الظهر أو لا، والبنك ما عم يسمح له إلا بمبلغ معين وهن بيعرفوا. بعتقد كمان في منظومة ضمن الجامعات وبينت بفتكر بالفترة بأوائل الحرق الحراك انه في كم جامعه فينا نحطهم بخانه مش التواطؤ بس الاشتراك باللي كان عم بيصير بالتغطيه. نعم. بس هون خلينا نقول ونكون كتير واضحين انه في شهر ما تعلموا كمان، يعني ما بعتقد السنه الدراسيه ستمدد حي يتقفى قصص او ينعمل بطريقه، يعني في واحد يغض النظر عن شهر، يعني بالمبدا لما بتكون واحد عنده نوايا طيبه وعنده شعور بالانتماء الوطني انه المفروض يحط كمان هو من عنده شوي لحتى هالازمه تقطع، المفروض يفكروا بهذه الطريقه، بس لما بدهم يفكروا بس تجاره معلش بدهم يسمحوا لنا فيها، وبفتكر انك تفضحهم شغله كتير مهمه. بقراءه سريعه لما يحصل اليوم في الداخل اللبناني، يعني مع تاخير مثل ما حضرتك قلت باعلان الرئيس سعد الحريري علنا انه يمشي او يقبل بسمير الخطيب، شو نطرنا؟ يعني نحن اذا بدك بالسياسه بلبنان قدام مفترق طرق كثير 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 اساسي، يعني بالتاريخ السياسي بلبنان والتاريخ الاجتماعي والمالي والاقتصادي. نحن عندنا احتمالين هلا، اما تشكل حكومه وهذه الحكومه مفروض يكون عندها مسؤولية تنفيذية، هذه الحكومة مفروض تروح على الشغل، يعني الانتاجية، المعيار الأول هو الانتاجية، نسي موضوع شكلها. نعم. سياسية تكنوكرات تكنو سياسي، يعني هذا الموضوع الأساسي بالنسبة لنا نحن كتيار، نحن بهمنا المعيار الأول أنه تكون حكومة منتجة
حكومة رايحة تشتغل، حكومة رايحة تحقق للناس. إذا بدها تكون الحكومة بس لنعمل حكومة، معناتها نحن عم نرجع حالنا بإيدنا لورا. وفي احتمال تاني إنه هالحكومة ما تتشكل، لمن الحكومة ما بدها تتشكل معناتها كمان عم يخدونا على مطرح كتير صعب، وبفتكر بده يصير في تموضع سياسي أو نحن بدنا نتغير طريقتنا بالتعاطي مع الواقع السياسي بلبنان، لأنه بيكونوا ما عم بيفكروا بمصلحة البلد، ونحن مجبورين ساعتها نحن أم الصبي بهيدي، خاصة بهيدي المرحلة من بعد ما اجوا ليحملونا تبعات وممارسات إلى سنين من 30 سنة. هيدا اللي عم بيصير اليوم، هيدا منه شغل اليوم، هيدا منه نتيجة شغل صار اليوم، هيدا نتيجة سياسة الاستدانة، نتيجة كتير أمور وصلت لهيدا المطرح. نعم، خلينا نروح نحن وياك لعناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم ونعلق عليها. نبدأ مع الأخبار. الأخبار طبعا أكيد بنفس الإطار اللي من شوي حكيناه، والتركيز على موضوع الحكومة وغيرها من المواضيع الحياتية. إذن الأخبار عنونت بالشأن الإقليمي، استقالة عبد المهدي لم تحجم رقعة الاحتجاجات، وانطلاق رحلة البحث عن رئيس لوزراء العراق. يعني صاروا مثلنا حرام. الحريري إلى الشارع مجددا مع علامة تعجب، وبالصورة الدولة لا تريد الأملاك المنهوبة. هذه الصورة من الصيف أكيد عن شاطئ الرملة البيضاء. مثل ما قلنا الحريري إلى الشارع مجددا، بالرغم من أنه كان في بيان مبارح ليلا عن تيار المستقبل. أنا ما بدي أسأل مبارح ليش كان في بيان، ليش وقت اللي كانوا عم ينزلوا قبل ما عمل بيان، يعني هو ليش هالمرة عمل بيان؟ يعني ليه مبارح عشية عمل بيان؟ لهي قبل مفاوضات هو عم بيبين انه هو حسن نية وعلى الطريق عم بيحرك الشارع، وبنفس الوقت بيطلع بيقول لهم انا ما بدي حدا يتحرك. يعني هيدي اللعبه صارت كتير رخيصه بالسياسه بلبنان، في وضع بلد، في ناس عم بتجوع، في ناس يعني نحن بالاساس نحن هاي المطالب مطالبنا، ومطالب هذا الحراك كله نحن اشتغلنا عليها بالاساس، والعماد ميشيل عون من 30 سنه هو حكي فيها، وبال2005 حكي عن معركه التحرر يلي هي اصعب من معركه التحرير. بعتقد انه هيدي اللعبه اللي عم بيمارسها لعبه كتير رخيصة قدام مستقبل بلد ومستقبل أجيال. نعم. خلينا نقول هون بالوقت يلي التيار الوطني الحر، حركة أمل، وأكيد حزب الله دائما عم بيصرحوا المسؤولين أنه هن بدهم أنه يكون سعد الدين الحريري يعود مجددا إلى الحكومة. مشوف شوية تغنيج عنده يعني. ليك بدي أقول لك شغلة، سعد الحريري أكيد يتمرس بالسياسة بهالفترة يعني من 2005 لليوم، ونحن كتيار وطني حر كنا عم نعمل معاركنا ومعارك غيرنا بموضوع النظام بلبنان والسيستم كيف راكب. نحن عملنا معركة اسمها معركة المسائية، والمسائية عملناها نحن مش بس لقلنا، نحن ثاقبت أنه نحن حقوقنا مهدورة وقت عملنا المعركة، بس نحن عم نعملها عن حالنا وعن غيرنا. اليوم نحن ما رح نقبل تحت شو ما كان يكون السبب، نحن منعرف نقاط ضعفه لسعد الحريري، ومنعرف أي ساعة بيوعى، ومنعرف أي ساعة بيروع على الشغل، ومنعرف كسله السياسي، ومنعرف أنه عدم إنتاجيته هو بالشخصي بالموضوع السياسي، بس نحن نحترم إرادة المكون السني بلبنان يلي هو بيعتبر سعد الحريري هو الزعيم أو الممثل طبعه. مشان هيك بتلاقي هذا الموضوع وبتلاقيه هو عم يتغنج زيادة، لأنه عارف أنه نحن جماعة مبادئ وما بنتخلى عن مبادئ. خلينا نقول أنه عناصر من فرع المعلومات قامت بتحرير المواطن عادل عيسى واكد اللي خطف مبارح بكامد اللوز. مبروك لأهله، مبروك لأهله، عوته للأهل. منتابع نحن وياك في الديار. الديار عنونت بدورها ورقة الخطيب أمام أسبوعها الأخير، حرق الوقت لتعويم خيار الحريري مجددا، لا مؤشرات على رفع الفيتو الأمريكي، وواشنطن تجهد اتفاقا كهربائيا مع الأردن. القلوب المليانة تنفجر بين الأزرق والبرتقالي، ونقاش حول التدابير المصرفية. شو بتاخد من هذه العناوين صالح للمناقشة يعني أو للحكي؟ في موضوعين حسب ده، في موضوع سمير الخطيب وآخر جمعة، وفي الموضوع الثاني الانفجار بين البرتقالي والتيار الأزرق. هون البيانات اللي يعني رح أبلش بالأول. بالموضوع الأول واضحة المناورة لحديت هلأ، يمكن الزلمة عم يشتغلوا بنية كتير طيبة سمير الخطيب، بس يمكن يوصل آخر تك يكون خلص شغله كله، يجي يقول له سعد الحريري خلص عود على جنب، أنا بعمل رئيس حكومة،
ويمكن هيدا هدفه لحتى يكون صار في اتفاق على التركيبة وعلى كل شيء، ونحط مثلا الوزير بسير برا ويقول أنا صرت رئيس حكومة، وبوقت هو بيعرف سعد الحريري أنه من أول قعدة صارت معه نحن كنا عم نسهل ورايحين للآخر بكل شيء، بس كان على قعدة أنه يا سعد الحريري وجبران بسير جوا مع احترامنا للألقاب يا اتنيناتهم برا. ممكن تكون عملية التفاف وبكرة بتبين، يعني يومين زمان كل شيء بيتضح. أما بالموضوع الثاني اللي هو بيحكي عن الانفجار بين التيار وبين التيار المستقبل، يعني أنا ما بعرف وما بقدر أقدر أتخيل أنه أمين عام تيار المستقبل يلي بطل عنده تلفزيون يحضر المقدمة تبعه صار بده يحضر مقدمة أو تي في وينتقدها. إذا نحن يعني عم نخليه يحضر مقدمة أو تي في هذا إنجاز كتير كبير، إنه أمين عام تيار المستقبل بين كل هالتلفزيونات هيدول اللي ما شاف إلا مقدمة أو تي في، يعني نحن بموضع بمكان كتير جيد وهذا شيء ببشر بالخير أكيد. بس هون خليني أحكي عن يعني بإطار سعد الحريري وتمسك كل الأطراف منهم حزب الله إنه يجب أن يعود. قلت عن قصة ميثاقية، البعض بيشوفها بإطار تاني أنه ليعود حزب الله إلى الحكومة ولا يعود جبران باسيل إلى الحكومة لازم يكون الرئيس سعد الحريري، يعني بتكون مثل حجة من باب العودة. لا لا مش بالضرورة، نحن بالنسبة لنا وجود حزب الله هيدا شيء ثابت بالنسبة لنا، يعني المعركة كلها هي لسببين بالموضوع الداخلي، هي لإخراج جبران باسيل من الحكومة بالشخصي وعدم استبعاد حزب الله من دون ما يتسمى هذا الموضوع عن طريق انه بنعمل حكومه تكنوقراطيه. واضحه الامور، نحن بنعرفها من اول تكي واكيد مع الايام بينت. بعتقد عم بتقوليه منه مش انا عم بقول ما بيتطبق ما بيتطبق، هذا شيء تيوريك منه شيء فعلي على واقع الارض. واكبر دليل على هالشيء هو هالمباحثات اللي عم بتصير، ولو ما في اساس معين انحط ما في مباحثات كان اليوم عم بتصير. بنروح لصحيفة الشرق، افتتاحية الاو تي في تحض على الفتنة، فمتى الافراج عن التكليف؟ بس هون سؤال لصحيفة الشرق ومن يقف وراءه، نسيتوا عناوينكم الفتنوية بالايام الماضية، بتحبوا نرجع للارشيف ونشوف نحن وياكم كيف بتكون عناوين والحض على الفتنة؟ بس هذا ما بيعني انه كان في فتنة بالمقدمة الاو تي في ابدا أكيد. يعني لا اكيد. وبعدين طلعت العنوان الجريدة من بعد ما طلع احمد الحريري بيان. صحيح. يعني لو انه هالقد شايف الوضع هيك لكن في مثل بالفرنساوي يعني. بيقول اون جوج لي زوتر دابري سوا، بيكون قرا البيان وحلله مثل ما هو. مثل ما قلت لك ليه ما كتبت هالعنوان من بعد؟ نحن مش بحاجه لندافع عن مقدمه الاو تي في، مقدمه الاو تي في يعني اشهر من ما انه بين كل المقدمات طبعا نشرات الاخبار في ناس بتروح بس لتحضر مقدمه الاو تي في، وبنشكره بنرجع مره تانية لاحمد الحريري. لجنه المال بشرت بالغاء المؤسسات غير المجديه الغاز الروسي الى الصين ل 30 سنه. لازم نقرا كثير منيح هذا العنوان ونبني عليه. هيدا العنوان أساس كل الخربطة اللي عم بتصير بالمنطقة موضوع الغاز. نعم 30 سنة لقدام للصين. نعم أكيد أكيد. هيدا مساج من الصين للولايات المتحدة إنه أنا حدا تعاون. أنا هنا أكيد. حدا علق امبارح بهذا الموضوع قال في كف انسمع صوته ببيروت انضرب بالصين بسيبيريا امبارح انسمع صوته ببيروت. لا توصيف دقيق يعني جدار صوت إذا بدك. صحيح. منتابع مع العناوين في الجمهورية. الجمهورية عنونت الشروط المتبادلة تعقد التوافق، واشنطن تفرج عن مساعدات للجيش 105. هلا هودي الصورة بس ما ينغشوا العالم، ما وصل شيء من المساعدات، هيدي صورة من الأرشيف أكيد. يعني ما بعرف أنا الأمريكان كيف بيفكروا مساعدات للجيش، يعني كأنه نحن ما قادرين نجيب من غير مطرح، بس لأنه في أمور معينة بتحكم اللعبة السياسية بلبنان ما عم نجيب من غير مطرح. ما علش يقولوا هني ما بدهم يعطونا، نحن مندبر حالنا. هيدي خبرية المساعدات وهيدي انه نحن حاضنين الجيش اللبناني، يعني عم بينبشوا عبواب لحتى يكونوا موجودين منا بالمنطقة بوقت كان انه الروسي هرب. يعني الامريكان يمكن ما بقى عنده غير هالكم ورقه يلعب فيهم، عم يلعب فيهم، نحن عم ندفع ثمن بهالوقت هيدا ان شاء الله. هل ممكن هذا الكلام امبارح اللي قطع تحت جنح الظلام بالنسبه للمساعدات هو حتى يحسسوا انه ما يزيحوا مثل ما حضرتك عم تقول على غير خط ويتوجهوا نحو وجهه ثانيه في احتمال كتير كبير بهذا الموضوع، بس انا كمان بحطه ضمن
نوع من جرعة أكسجين للملحقين اللي بسميهم أنا أكراد لبنان يعني. يمكن نوع من أكسجين أنه نحن بعدنا موجودين وبعدنا على السمع. لأنه الأخبار بقلب أمريكا واللي صاير والمشاكل اللي صايره بقلب امريكا بين الحزبين الجمهوري والجمهوري والديمقراطي ممكن تهبط من عزيمه اتباع امريكا بلبنان. ممكن تكون هيدي نوع من الرساله انه والله نحن بعدنا على السمع. طيب الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي هل بيخلي الوضع يستقر في لبنان ام شو بيخلي يصير؟ ليك اذا بتراجع التاريخ نحن على طول كنا عم نستفيد وقت اللي بيكون في معركه رئيسيه بامريكا وقت اللي بيكون في استحقاقات بامريكا يعني. وعم بتساب انه نحن عم نقدر نحصن وضعنا الداخلي اللي من هن بيشيلوا عينهم عنا. بعتقد هيدي الشغلة رح تخليهم يهتموا بأمورهم الخاصة. ما بيعني انه امريكا ما عندها اهداف استراتيجية ورح يرجع يجي نهار وتكمل على نفس الهدف. بس نحن بهالوقت هيدا عم نحصن وضعنا وبعتقد هيدي الشغلة فادت لبنان بكذا مرة او نحن قدرنا استفدنا منها بكذا مرحلة وان شاء الله هالمرة كمان بصير نفس الشيء. مهم يكون النفس طويل. اكيد يعني هيدا المطلوب. اكيد السياسة الخارجية الأمريكية ما بتتغير. لا 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 اكيد هي واضحه مشان هيك انا قلت انه بعد فتره رح يرجعوا. بس نحن بنكون كمان حصلنا وضعنا اكثر وناسنا صارت اوعى واللي ما بيتابع سياسي صار يتابع سياسي بهو شهرين يعني. صحيح. بتحكي مع ولد صغير او مع شاب بعده بالمدرسه بيعمل لك محاضره. الحمد لله شو بيقولوا مجتمعنا عم يتطور. نعم في اللواء واشنطن تفرج عن المساعده وبومبيو التظاهرات لاخراج طهران وحزب الله. المستقبل يتهم التيار العوني بالتحريض الطائفي والأزمة تهدد المدارس وتطال الرغيف. العراق مفاوضات لحكومة جديدة تحت ضغط الاحتجاجات. وبومبيو الاحتجاجات في المنطقة ترفض نفوذ إيران. محطوط يعني بومبيو بالعنوان الأساسي وتحت يعني كمان عطينه أهمية. ما تركز. اللواء. نتذكر. ما تركز على نفس الموضوع. ما تركز. آخر سطرين. ريت امبارح بالليل. مية بالمية. في كاريكاتور صحيفة الجمهورية لأنطوان غانم الفوضى والحكومة والوطن واقف بالنص. بس عطينه رقم 7. فيك تشوفها يعني ماشي. رقم 7 موضة هيك هلا. ومنتابع نرجع 50 سنة لصحيفة النهار بمثل هنهار 3 كانون الأول 1969 عناوينا كانت كالتالي. مؤتمر بكركي يعرض قضية العمل الفدائي والرئيس يرسل إلى البطريرك اتفاق القاهرة. قرر الأحرار حجب الثقة فقرر مطران الانسحاب من الحزب. هون كان في لقاء عند البطريرك في بكركي بين كلهم راحلين الله يرحمهم. أكيد الرئيس كامل شمعون، أنا إبير جميل وإدوار حنين إذا ما كانت غلطان. الجبهة اللبنانية. الجبهة اللبنانية لاحقا. بس بوقتها كانوا منتابع مع العناوين إنما حتى نرجع نروح نوصل حالنا. ها رجعنا شو؟ رجعنا حزب الأحرار يحجب الثقة شمعون عن مطران ما بدي أفصله منا مستعدين نقص روس. حتى بوقتها كان في هيدا يعني هون عم نحكي عن وزير الصحة الشراسة السياسية عند اللبنانية موجودة صارت بالجان. لأنه كان بوقتها مطران خلينا نقول كان وزير صحة حبيب مطران بالحكومة اللي كانت تشكلت قبل ساعات قليلة. من تابع المقامات الشهابية تقود حملة تطبيق النهجيين الناقمين على أساس تعيينهم إذا بقوا مصرين على حجب الثقة. حمادي يتوقع ثقة هزيلة إذا تدخلت الجريب طرفا ثالثا. نعم. أنت ما كنت خلقت أي سنة؟ 69. لا بكل حمادي تأجيل جلسة الثقة يصبح واردا إذا لم تنجز الحكومة بيانها في حينه. هيدا كلام كان صبر حمادي الله يرحمه رئيس المجلس النيابي للصحفيين من بعد ما شاف رئيس الجمهورية بأسر عبدة بوقتها الراحل شارل الحلو. نتابع حزب الأحرار يحجب الثقة شمعون عم مطرقها قريناها مرتين. هلا غير عنوان 932
بعرف إذا عم طالباً شوفهم. في كلية التربية نفذوا الإضراب فانقطعوا عن الدراسة وأقاموا إذاعة محلية. حلو. اللجنة التأسيسية لطلاب الجامعة اللبنانية تهدد باللجوء إلى السلبية. إيه هلأ بوجود السوشيال ميديا وإلا بيج وأكاونت وخلصت هون يعني. كل أيام وإلا مستلزماتها. بس هونيك الإضراب مختلف عن اليوم. اليوم الأساتذة عم بيقدروا لأن ما عم بيقبضوا رواتبهم وطالبين من الناس المدارس مع الأسف أنه يدفعوا كل الأقساط المدرسية والناس عم تقبض نصف راتب. هون خلينا نكون كمان منصفين، البعض عم بيودي تعميم من مدارس كتيرة أنه ما توفر، بس أنه ما تقطعوا بالمرة لنقدر نحن نسيسر أمورنا بمكان ما فيها وجهة نظر، فيها وجهة يعني. نظر وفيها منطق، بالنهاية بترجع لضمير كل حدا صح. يعني مش معقول تكون إذا واحد قادر تدفعي ما كمان ما تدفعي أكيد 100%. بدأت مساهمة تجار الحمرة في حملة تزيين شارعهم أطول مسافة مضاءة ترحيبا بالأعياد المقبلة. خلينا بس نعطي حيز هون أنه من أجمل الطرقات المزينة كانت زينة شارع الحمرة يلي بلشت بالعام 1968. كانت تجار هن قرروا أنه يزينوا على نفقتهم الخاصة وكانت رائعة جدا. هون بالجريدة حاطين رقم التليفون يلي بحب يساهم يساهم بتزيين الشارع. عم نحكي كان رح يكلف، ما كان المبلغ كتير كبير بوقتها، يعني حوالي 30,000 ليرة تقريبا كانت الكلفة لتزيين الشارع. شو حلو. يعني شارع الحمرة عنده رمزيته كمان أكيد. بكل شيء أكيد. إن شاء الله ترجع هذه الأيام وكل البلديات كمان بيزينوا بشوارعهم رغم كل شيء اللي عم بيصير، لأنه زينة موجودة أكيد. أجواء العيد لازم بكل الحالات لو شو ما صار اللبناني يحس أنه عيد، ولازم خاصة الأطفال، هذا عيد الأطفال لازم يحسوا أنه وما يحسوا أنه في شيء برا. ومن اليوم بتبلش الأجواء ليلة البربارة، يعني ما بعرف قديش كمان رح يكون في هيدا الأجواء بشوارعنا وأحيانا. وعيد اليوم لقيت أولادي لابسين دقيزما ورايحين على المدرسة. ما في إلا ما يعيشوا أكيد. يعني هني شو زنبهم الطفولة بحرب الكبار. 100%. امتياز المنطقة الحرة في طرابلس استرداده لقاء 3 ملايين ليرة. حلو. 2000 دولار يعني. لا صاروا أقل. بلاش. صاروا أقل. حبيبي شو 2000 دولار. اليوم قصدك ولا بكرة. قبل ما تسأل ولا بعد ما تسأل. كمان بالكاريكاتور عم نشوف بعبدة بعد اجتماع الموارنة في بكركي. هون عم نشوف رئيس حزب الوطنية الأحرار أكيد الرئيس الراحل كميل شمعون، رئيس حزب الريمو إدي كتلة الوطنية، عم نشوف رئيس حزب الكتائب بيير أجميل، عم نشوف كمان إذا فينا نقول البطريرك المعوشي، وعم نشوف الشيخ خليل الخوري ابن بشارة الخوري عن الكتلة الدستورية. صلبوا إيدكم على وجهكم يا أولادي باليمين باليمين. إن شاء الله نشوف قاعدين على فرق طاولة. نحن بنتأمل، نحن بالأساس مدينا إيدنا عملنا تسوية سياسية، ما خلينا شيء ما عملناه كرمال تمشي عجلة الإصلاح بهذا البلد. نعم. بس للأسف ندمانين؟ لا مش ندمانين، نحن عم نعمل ضميرنا بالآخر. هلأ غيرنا بننطر غيرنا ليرجع يندم يرجع يوقف على إجراء، بالنهاية نحكم علينا أنه نعيش كلنا سوا وبدنا نكمل. أستاذ ماهر، بالنهاية هل هناك من أمل أو هناك من تشاؤم في الأيام المقبلة؟ لك عودتنا التطورات والأيام أنه ما نكون إلا متفائلين، وخاصة نحن التيار الوطني الحر. يعني نحن جايين من مدرسة عانت ما عانته ووصلنا لمطرح إذا بدنا نفكر بموضوع إذا في عنا أمل ولا ما في عنا أمل، كان ما في عنا أمل وكنا نحن عم نشتغل وكأنه في عنا أمل. يعني ما بفتكر أنه مرقنا بظروف صعبة أصعب بكتير من اللي عم نمرق فيه. الفرق أنه هالمرة المجتمع كله عم يمرق بنفس الظرف ونحن بموقع تاني، بموقع مسؤولية، وإن شاء الله بإرادة وصلابة فخامة الرئيس وبحنكة معالي وزير جبران باسيل وكل الطيبين بالتيار الوطني الحر رح نوصل لمطرح إن الله راد ننقذ الوضع. بس أكيد بده صبر، الصبر هو مفتاح كل نجاح. ماهر باسيلة طبعا منسق مجلس أقضية الجنوب في التيار الوطني الحر، أهلا وسهلا فيك، نورتنا بهالصبحية. على الاستضافة الصباح. شكرا لك. أحلى صبحية اليوم. تسلام.